اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو، التحيه الخاصه بمباراه في الجوله 19 من دوري نايل تجمع بين بيراميدز والبنك الاهلي. وقبل هذا المباراه وتمام الساعه 7 نرحب بكل من الكابتن وليد صلاح. كابتن وليد اهلا بيك، مشرفنا منورنا. اهلا بيك كابتن تامر، ايضا ترحب بموصول الكابتن حازم امام. كابتن حازم اهلا بيك، مشرفنا منورنا. اهلا بيك يا تامر والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. في البدايه مشاهدينا الكرام نتحول الى استاد الدفاع الجوي مع زميل عزيز محمد طه، ماذا عن هذا اللقاء الذي يدور بين قمه الدوري المصري حتى الآن وبيراميدز وفريق البنك الأهلي الذي يحاول الهروب من المراكز المتأخرة من جدول الترتيب؟ زميلي محمد لك الكلمة، تفضل. كل التحية ليك زميلي تامر صارو ايضا لضيفيك وكل مشاهدينا. في درجة حرارة ربما مرتفعة نسبيا ولا زالت الرطوبة مرتفعة حوالي 35 درجة. يخوض الفريقان هذه المباراة بالتأكيد بيراميدز متسلحا بعوامل كثيرة، يمكن البحث عن الصدارة والاستمرار في الانفراد بالصدارة والمحاولة في يعني ثلاث نقاط مهمة تقربهم من المزيد من المنافسة على هذه البطولة. ايضا الامور كانت جيدة خلال الفترة السابقة بالنسبة لبيراميدز، يعني الامور حتى في التمرين الحماس واضح، وايضا يعني كان لفت نظر حتى الإدارة بأنهم أشادوا بهذه الأمور وأيضا حثوا اللاعبين على عدم التفريط في أي نقطة في هذه المرحلة. يمكن بيغيب عن بيراميدز بوب وأحمد فتحي، لكن عودة أسامة جلال وإبراهيم عادل لهذه المباراة. على الجانب الآخر بنك الأهلي الذي يبحث عن ثلاث نقاط مهمة جدا في هذه الفترة تبعده عن شبح المنافسة أسفل الجدول. أيضا الهزيمة الأخيرة، يمكن كابتن طارق مصطفى اتكلم مع اللعيبة على أنه العودة مرة أخرى للانتصارات يمكن مهمة جدا، ستكون حسب ما هو يعني يرى او يطمح تكون من هذا الملعب، لكنه بالتاكيد ينسى انه هناك تسلح كبير جدا لبيراميدز انه لا يخسر محليا على هذا الملعب. يمكن ربما بيراميدز لم يخسر محليا الا من قبل 600 يوم، يمكن 8/2022 امام الجونه، فبالتالي بيراميدز يعني قوي على ملعبه، ستكون بالتاكيد مباراه قويه. لحظات وتبدا المباراه، اللاعبون انتهوا من عمليه الاحماء. تامر معك الكلمه الان. شكرا لي يا زميل العزيز محمد طه على هذا التقرير. وفي قبل انطلاق هذه المباراه تجمع بين بيراميدز والبنك الاهلي وقبل